رأسنا يا جدع، انت مالك يا ابني؟ لا لا محزن يا شيخ، واضح ان هذه شوي بنصيح. شوف اللي بعده، هذه مشاهدين 7 و8 بنجي بس خلوني افحصها. طب اقول لك شيله يعني ولا؟ ايوه شيله يا اخي. يا مرحبا بمن بعزني كله، يا ديوان خفاقي من كل. وبلاش احراج اكتر من كده. الله 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 عليك الله عليك الله عليك الله عليك، مبدع والله. وانت سهل يا محمد، ما شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. محمد انت على شارعين تجاريه ليه؟ على شارعين تجاريه. انا الحمد لله يعني كلها محلات ان شاء الله. ما شاء الله. الهدف والله شوف، يمكن انا بختصر يعني كلام كثير ذكرته في المشروع في زد فرصتك. اعطينا في كلمتين يا شيخ، معليش علشان الوقت. بقولها في كلمتين كثير ما شاء الله. في اعمال انشاديه كثيره سويناها فيما مضى، يعني كنا نحتاج انه الاعمال هذه تظهر للناس، وانه في قناه تبينها للناس، تسمع يعني تسمع